أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رمضان زمان. ضيفنا اليوم هو رجل من الرعيل الأول، رجل عاصر كثير من الحكومات وكثير من الدول، رجل تحمل منصب البلديات في أوج ظروفها وأصعبها. هو العم عوض عبد الله حسين بحرق العمدة. أهلا وسهلا عم عوض ومرحبا بك. يا مرحبا يا سهلا. الله يحفظك. ماذا تقول في بداية الحلقة يا عم عوض؟ أول نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر لكم ولقناة حضرموت، والشكر للأخوة المخرج وكل من ساهم في إنجاز هذا الأعمال الوطنية، الأعمال الإعلامية التي في الأخير بحاجة في تقديرنا الآن المجتمع لشيء من هذا الكلام. أقله أن يستمع إلى كلمة ويستمع إلى حوار ويسمع، ولعل فيها شيء ضالته يجدها، لعل هذا الكلام. نعم. وكان مسؤولا أو مواطنا أو تاجرا أو أديبا أو مثقفا هنا أو في المهجر، هذه عدة رسائل، إشعاعات ضوئية وإشعاعات ثقافة ومحبة وألفة، ونحن نجمع ولن نفرق. هذا صح. والكلمة كما تحدثنا في أشياء أخرى ثانية سابقة، أن تكون ناعمة وأن تكون هادئة وهادفة. نعم. فعسى الله أن يكون هذا اللقاء. آمين. طيب. نعم. وخاصة في الشهر الفضيل هذا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما يحتاج إلى كلام ولا يحتاج أن نحن ندخل في اللهو وفي اللغو، ولكن لعل كلمة واحدة هنا تفيد، والله ولي الأمر. آمين. الله. والله إن شاء الله يعني يهيئ الأسباب في هذا الحوار. آمين. الطيب الله. ولك الفضل أولا وأخيرا، لأنك عندك أنت يعني جاذبية معينة. الله يحفظك. وحتى الإنسان ما أبو حديث، ولكن في التقدير الشخصي لابد أن يسهم في هذا الحديث. الله يحفظك. الشكر لك. الله يعطيك العافية. عم عوض، لو تكلمنا على مظاهر رمضانية في سيئون هنا كانت قديما وطيبة، هذه المظاهر للأسف اليوم انقرضت وانتهت، ماذا تقول عنها؟ والله هو كل شيء له يعني ميلاد وله وفاة وله يعني زبه وله بداية وله نهاية. ولكن فعلا الشعوب في تقديري يجب أن تحتفظ يعني قياسا بتاريخها وبماضيها والماضي، وليس الماضي بالمطلق وليس التاريخ بالمطلق أكيد، لكن في عادات عندنا كانت طيبة جدا جدا فتقدناها، وأنا أظن أنه افتقدناها. ليه؟ لأن حصلت التجريف السياسي، التجريف الاجتماعي، التجريف الثقافي، إهمال الأسر، إهمال الآباء والأجداد. وكما تحدثنا وتحدثت أنت لي في لحظة من اللحظات، عجوز يعني هي ساعدت في نموك أنت، ساعدت في جعل لك أنك تكون رجال تكف على رجليك، والدك كدح في ظرف صعب وظرف عجيب، ولكن تجي أنت هذا تجلس حتى المجلس الأسري الله. عبارة عن جلسات في عجيبة، تتحدث عن العجيب، ما هي داري إيش هذا؟ طيب جلسة الشاهي، جلسة مفضلة، جلسة القهوة، البن، العود، الند، الدخون، الزي، كل الكلام هذا ما عاد شيء. فنحن افتقدنا الشيء، والسبب التركيبة نحن ضعنا. وأنا أسمع الواحد شاعر يقول ضيع التركوب، ما ضيعنا، ضيع التركوب. لو عندك باب الآن. نعم. تريد أن تقومه ما يقع إلا على ميزان، على ميزان. نعم. وإذا شوي انحرف في شعرة، أو كما يقولوا أصحاب علم الهندسة يعني أقل من ربع سنتي ولا 10% من السنت، انحرف الباب ولا تكف. أكيد. فنحن هنا لكن نقول، نعود ونقول كان زمن عجيب. يعني نذكر أنا في شخصيا، وأعوذ بالله ما قلت لك أنا هذا، ويبقى أنتم وغيرنا الكل والمشاهدين يذكروا، كانت في سيئون مثلا، أخذنا مدينة سيئون. نعم. يعني الذكريات فيها عجيبة. في رمضان أول ما تكتب، يعني العجيب في رمضان استشعاره في تقديري الشخصي أنا من النصف الثاني من شعبان. من شعبان. ما استبدأ ويبدأ الكل، أسرة، حكومة، دولة، سلطة محلية، علماء، طلبة،
بناء يعني عمال تجار حرفيين حرفيين، الكل عبارة عن قضاة، كلهم يمشوا في هذا السياق ابتهال بهذا الشهر اللي جاي. الله. هذا كله معهده أول وجد على شوية على خفيف. نعم. ولا بنقول انتهى، لا بنقول ها. فمثلا نبدأ نقول إذا يبدأ أول أصحاب التجار على يتصور أنهم يبدوا مثلا بنأخذ الشيء اللي يلين لنا شوي ويحلل الجلسة. نعم. الحلويات مثلا، هل تعلم كان الماكنتوش وكانت الحلوى الحلويات هذه تجي من أوروبا لنا عبر عدن. نعم. عبر التجار، فكانوا ينقون، وكان فيه هنا صنف من التجار من تجار شبام مختصين في هذا المجال. الله. أذكر منهم أنا على سبيل المثال للحصر، ربما يكون عادهم موجودين والله يعطيهم الصحة والعافية والسعة في المال. نعم. اللي هم جماعة العقيل المسلم، مؤسسة ضخمة وطلعت إلى فوق، وغيرهم آل شماخ، آل بالفقيه، آل باجرش، بيوتات من بيوتات شبام تجارية وأسست هنا وفي المهجر تصور، وفي يعني وصلوا إلى سنغافورة. يا الله. حتى بعض البضائع سميت باسمهم كمان، المشعبي ذا الشاي. ايش هذا الكلام يعني؟ أما الشاهي هذا حدث عنه ولا حرج، الشاهي هذا هواية وجلسة يعني لها طقوسها ولها نواميسها. يا الله. فكانت الأمور كلها طيبة. وفي رمضان نعود ونقول انه مشان السياق يتماسك شوية كده. نعم. وانا استفيد من الحوار وليس الجمهور بيستفيد على فكرة. ويمكن انا استفيد منه اكثر ما استفيد انا من المتحدث القاصر الغير فاهم. لكن اعود واقول انه على هذا الاساس انه يعني يبدأ كما قلنا في النص، يبدأ التجار ثم يبدأ الحرفيين ثم يبدأوا أصحاب البساط يهيئوا أنفسهم أن يزلون في المساجد ويتعيشوا من هذا. العمال أغلبهم طبعا يميلوا إلى الراحة في هذا الشهر الفضيل ولا يشتغلوا، ويحاولوا يحوشوا ما يقدروا عليه. القضاة يجون أول ما يجي يعني إذا عرفوا أنه رمضان بأمر السلطة يخرجوا يتحروا الشهر شرعا. يا الله. يعني ويشاركوا في هذا. السلطان كله، أنا أذكر أن السلطان يرسل، هو ربما لا يجي لكن يرسل منه يقوم نيابة عنه. فكان هذا الواقعة يعني وكان رامي السلطان لا تخيله ماسك عامد على البلكونة أو هذا في انتظار أخبار من هذا. يقول نعم ثبت الشهر شرعا، يقول لا يجي سجل، يطلع عبد الرحيم الله يرحمه مسعود بارجة أو أخوه مهدي ويشيلون حقهم الدفتر ويصلوا إلى عند السلطان ويشعرون رسميا ثبت الشهر شرعا لدى، سواء بالرؤية أو بواسطة جهاز بسيط هو بس عبارة عن مقرب، مو تقول ذاك العلم الفلكي الكبير، أو لا لم يثبت. الله. السلطان يعطي إذن، المدفع فوق يطلق رصاصة خفيفة كذا أو يطلق أحد حراسه، وما عنده حراس حارس واحد مشان ما نكذب على الناس، ويرسلها في الهواء ومال المدفع توم إشعار لصاحب المدفع، إشعار لصاحب المدفع. يا الله. يعني قصدي الأمور متناسقة، الأمور مقننة، الأمور منظمة، هذا افتقدناه. واحد بعد كذا الناس خلاص تبتهج برمضان وتدخل في بدايتها، العلماء يهيئون أنفسهم إلى الصلوات التراويح، الكل الثياب يلبسون البيض، الحريم يلبسون قمصان، يعني تخوي ما عندها شيء المرأة في هذاك الوقت كان شحيح، لكن من هنا ومن هناك تحاول أن في الشهر الفضيل ده تعطي ده. هذا مجلس الأسرة مع تعمل السمبوسة وتعمل بالأشياء الموجودة يا حنيد، وبعدين يكثرون من الروائح الطيبة العلك. هذا العلك يعني ممكن تقول عليه بمفهوم اليوم، بل يقول لي واحد أنا له علاقة في هذا الجانب في الأبحاث وكذا، أنه عبارة عن مطهر، مادة مطهرة يعني معقمة، يعني البيت أنت تدخله والحمام كرمك الله أو مكان ما كله فيه الدخان. نعم والله. الدخان ايش يعني رايحه ما يحتاج، الجلاسات العلك وذا البان بدوي، فهكذا الثياب ويقعدوا الاسره كلها وتي عاقلهم وشيء، وبعدين يتبادلوا كمان يعني كل على قدها والكل سواء. يعني حتى انا يعني شخصيا كلمه افطار صايم نحن نقره والشرع قره. نعم. لكن نحن هناك كنا لا مو افطار صايم، لا الا ولائم للصايم.
نجيب الجيران ونجيب الأهل على مائدة اللي فيها متيسر سواء من اللحم، وناس يربوا اللحم خاصة عانوا شرينك شرينك عرفوا صار معين لأجل أنهم 30 نفر من أهلهم ومن أرحامهم ومن ذويهم وجيرانهم يحصلونهم هذه المال. فإذا يعني عادات هذه ما فيها كلام، وتمشي العادة يوم على يوم. يبدأ الختومات حق المسايب من السابع في المسجد هذا؟ مثلا في سيون، أعطيك مثال. أيوه. في سيون مثلا، في سيون في السحيل مثلا. أيوه. لأنه حيا في سيون لا غير. نعم. حتى القرن هم ما يعتبرونه يعني ملحق، هذا نخيل وحافة سيون وطراوة فيه نحن الموقع اللي احنا فيه ده. ايوه. طيب هنا يجي انت السحيل عندهم مسجد العيدروس، اول مسجد سبع مسجد سبع نهار. أيوة. سبع في رمضان. ودائما بتحصل اوتار المسألة. يعني ليه السبع؟ السبع له سبع في القرآن. يا الله. يعني قروا هم النص معناها 21 15 جزء. نعم. بل حتى يقولون هم النص عندنا في بعلوي مسجد السحيل، انا اتكلم على السحيل انا. نعم. ولنا من السحيل عفوا، ولنا تقول مثلا من مناطقيه، لا لا، فالبلد بلدي كلها وبلادي اوسع من كذا اكيد. طيب يجوا هذيلا في مسجد بعلوي عندهم النص. نعم. حتى ما يقولون نصف، يقولون نص. النص ختم النص. ختم النص. نعم. من ازهر ختومات، وهكذا تمشي الامور. ففي السحيل قلنا فيبدا في هنا في السبع كما قلنا ختم السبع. ايوه. في السحيل في مسجد العدوس، في البلاد حي البلاد في مسجد جبران والله سبع. سبع. ايوه. مسجدين هنا مسجد، وهكذا. نعم. بتحصلها كلها تسع موجود، مسجد في السحيل ومسجد في البلاد. نعم. ثم بعدين توك انتقل الى المساجد اللي هي اللي فيها هناك يحضرون كثير، مشهور يعني كثرة الحضور. ايوه مشهور الحضور. وخاصة في البساط هذه، والنسوان يجون يتقضون والناس وكذا، تعتبر سوق يعني. سوق سوق. نعم. النص انا ولا اقول النصف، النص ومسجد طه الجوامع يسمونه، هذه مشهورات يعني مشهورات اختام حق. ايوه. نعم. كمان يعني جيب تسعفنا الذاكره الان في لحظه من اللحظات، سبع هذه سبع من رمضان الحقيقه حصلت سير في حضرموت في سيئون عندنا. يا الله. سنه 1957 ميلاديه. سيل سيل كبير وحاوية أكثر سيون. البيوت اللي أنت فيها الآن هنا هذه كلها مسحت، السواقي اللي عن يمينك وعن شمالك. يا الله. بل يعني فيه الإغاثات جت، والسيل ما بين المغرب والعشاء وقبل المغرب يعني من العصرية روحت. نعم. كثير من الشعراء، حتى واحد شاعر اسمه سعيد نوني. نعم. يعني تحدث عن هذا بقصيدة طويلة وموجودة. فالشاهد أنه هذا ولكن شوف أنت كيف يعني يقظة الدولة، مش نحن دعاة نحن نرجع، لكن نجيب الحقائق كما هي، هذا التاريخ حقيقي، هذا الصح. يعني على أساس الدولة قامت باستغاثة كاملة، في والأهالي ساعدوها والتجار أولاً ساعدوها، ثم شكلت لجان في الداخل وفي المهجر من شخصيات وزن لها قيم. أهم ما يذكر في هذا لأجل النزاهة، نحن نتكلم على اللي افتقدناه اليوم، وهذا صح. النزاهات كتبت اللجنة هذه بعد ما خلصت في شؤونها يعني حوالي السنة لها أو شيء، وجابت إعمار، وأول من دفع الحقيقة البريطانيين يجب أن نعترف، الملكة إليزابيث كانت ضخمة جدا. مشروع بمبات الحضرمي جاء أثر هذا، يعني المجنزرات هذه الدركتورات جاءت هدية أو شيء من هذا، وجاءت أهدت الحكومة البريطانية. نعم. مشروع محط مشروع بمبات الحضرمي للواء اللي هنا بين القعيط والكثيري، وربما يكون لوحدي هديه. يا الله. ما بالسبب انه شافت انه في كارثه زراعيه وكذا حلت بالامه يجب ده. ومنها تغيرت السواقي، ومنها انا اهلي عفوا محمد عوض بحرق الله يرحمه من اعمامي ومن اهلي. نعم. كان له باع وذراع في هذا، الى جانب معالم من القرن ومن السحيل واخرين. اعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات، طبعا لا نزال مع العمده العم عوض عبد الله حسين بحرق، موضوع شيق ولا يمل، كونه مسترسل في احداث التي عاشها ام عينه يعني، وطبعا ننتظر الكثير منه، ولا تزال ذاكرته ممتلئه حتى بعد الفاصل. خلوكم معنا بعد الفاصل.
أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، عدنا لكم بعد الفاصل مع العمدة العم عوض عبد الله حسين بحرق الذي أمتعنا كثيرا جدا بما ذكره حول رمضان ونفحات رمضان. عم عوض يا حبذا أيضا قليلا من رحلتك إلى مصر والنفحات الرمضانية أيضا اللي وجدتها في مصر ومقارنة أيضا بما هو عندنا هنا في حضرموت، تفضل عم عوض. شكرا لك، أنت تثير مواجع أخرى. الله يحفظك. تثير ذكريات مضت وخلت، ولكن مع المعنى اللي نحن بنقوله. الحقيقة رمضان في مصر من أمتع في تقديري أنا، أمتع اللحظات الرمضانية. أعطيك مثال، مثلا حي سيدنا الحسين، حي السيدة نفيسة، حي السيدة زينب، الأزهر الشريف، حي الجمالية، أحياء عابقة بالتاريخ. الله أكبر. والمصريين يتفاعلون مع هذا الكل. الأزهر مليان، الحسين مليان، والنفحات الرمضانية كما قلت، إن بغيت علم تدخل، بغيت حلقات ذكر تفضل، بغيت لك من المكسرات ومن الأشياء الجميلة ومن التراثية البسيطة اللي يعملها المصريين ممكن. والمصريين عندهم طريقة أفضل من طرقنا ربما يكون. وأنا عشت في مرحلتين في مصر، مرحلة أولى وسط المدينة في قلب القاهرة، نعم، والمرحلة الثانية في عمق الريف في دلتا النيل. الله أكبر. ودلتا النيل كما حتى من اسمها يكفيك. نعم. والنيل يكفي اسمه. الله أكبر. يا قال استعلي حمام بكثير يا نيله ملهم. قال أنا قال علي استعلي حمام بكثير لما يفتح الشباك بس يجينا نسمة شوية كده هنا عندي القلم يمشي بدون انسياب. نعم. بدون عبر يكتب. الله. ما هذا. فهنا القضية فالريف المصري في طنطا مثلا، هي ده كما قلت لك في عمق وسط طنطا، هي تيجي في وسط الدلتا حق النيل بين الاسكندريه وبين القاهره. عادها اعظم دي، هذه فيها السيد بدوي، يعني مشاهد المصريين للعلماء والاجله والقضاه والكل يمشي سواء، ولا عندهم نزعات حتى كما هذا. والحنبلي جنب الشافعي جنب المالكي جنب ابو حنيفه، هذا يقنص وهذا ما يقنص، ما عليك، هذا يزور القبر وهذا ما يزور، هذا يعتقد وهذا ما يعتقد، لكن الكل يمشي سواء. فانت يعني تلف من افضل شيء، انا لما اصلي في الحسين صلاه التراويح مثلا او اصلي في السيد البدوي في طنطا، يعني ما بعدها روحانيه. الله. واروح الغيط عند الفلاحين ولي اصدق ازم مدى فلاحين، يعني متعه صعيد متعة. صعيد يعني لا مو صعايده، لا هذا مزارعين. الصعيد فوق ثاني، ده عندنا في الدلتا عمق الدلتا، دلتا الزراعه في مصر. النيل، ارض النيل اليوم. فهنا الشعب المصري يقول لك شعب لطيف وطريف، وفي كمان في 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 الشام، نعم، مقابلها ايوه كمان الحلويات هذه مره جلسات ادبيه يا ايش، اما جلسات الادبيه هذه انت تفوح رائحه المسك منها. يا الله اكبر. يعني المسايد حتى حقهم، انا وجدت مسايد في الشام سوريا، وان شاء الله ربنا يعيد سوريا الى ما كانت عليه. نعم ان شاء الله. هذه حاضرة في الدولة الأموية أكيد. عم. والأمويين لهم شان وتاريخ، أنت عارف التاريخ وقاري أكيد. فالجامع الأموي وغيره، فالمساجد حق الشام يعني مهيئة بتهيئة عجيبة، حتى فيها متاكي تجلس أنت فيها، يعني فيها راحة، ويجيبون لك من المكسرات هذه شوية، الحلويات هذه قليل تصحي الفم. صحيح. وتعطي الراحة، تعطي طاقة، وتعطي فوق هذا وذاك طاقة. نعم. نحن صحيح التمر عندنا ايوه، واللي قال واحد شارع ما عندي الا الشريخ ايوه، تقضب حلوق السلابيخ السلابيخ كمون الطبيخ ظهر ولا عشيه. الله اكبر. الله اكبر. عم عوض، اشياء عندهم في شيء من عندنا زيها او شيء انت تمنيت ان يكون عندنا كما عندهم، كما هذه الطقوس اللي موجوده؟ والله شوف، انا الاول فيهم العاطفه في مصر، عاطفه شيء جياشه، يعني سريعين البكاء، سريعين التأمل، المذكر في المسجد لما يتكلم في الحلقة نفسها يتأثرون، هذا واحد. اثنين، المأكل عندهم يعني مشبع بالسكر ومشبع باللوز ومشبع بالجبنة ومشبع يعني كذا، هذا يريد وخصوصا الارتباط برمضان كما الكنافة وكما كلها هذه رمضانية، الكنافة دي موتهم فيها. نعم. فهذا أنا أكمله، لكن أقول لك أمانة، لفت لفيت ودرت
وفي السعودية قضيت فترة طويلة جدا، وان كانت السعودية قريبة مننا جدا لانه اخواننا في المهجر كلهم يعني احنا في هذا المحيط نعيش. نعم. فنقلوا نفس العادة وعادوا طوروها، ولكن وجدت انه رمضان حضرموت وحده يا الله له طعم، سواء المذاق الديني، المذاق الادبي، المذاق الصوفي، المذاق الاجتماعي. نعم. الاهلي، المواساة. نعم. يعني هل تعلم مثلا انه كان في السابق، اذكر انا في ثلاثة احواش في سيون. نعم. وحوشين في شبام ربما. هذه الاحواش يعلنون الناس انه باصبيع مثلا، تاجر باصبيع في وقتها كان. ايوه. حيقسم في يوم الخامس عشر من رمضان، تقسوم يا اخي معناه حق الزكاة. حق الزكاة. نعم. يدخلون الناس كلهم في هذا الحوش. ما يقول لحد منين جيت. ويعطونهم المبلغ الميسر والمتيسر. والكل سواء. انه من 3 عانوا وانه من 5 شلنج وانه من 4 شلنج، لكن اعطوا الناس. ثاني يوم يعلن تاجر الفلاني فلهوم ولا غيره الفلاني. في مركز ثاني شوفوها كذا كذا وهكذا. هذا نوع من التكافل الاجتماعي. يعني التكافل الاجتماعي. وبعدين يعني قصدي شفافيه في الموضوع. شفافيه في الموضوع. عم عوض، كلمه في ختام الحلقه تحب ان توجهها خصوصا للسلوكيات التي ظهرت اليوم عندنا مخالفه عن ما كان يمشي عليها جدادنا واسلافنا سابقا، كلمه توجهها من هذا المنبر؟ والله اول انا بنفسي انتقد نفسي، كلمه لي ولا اولادي ولا اسرتي. احنا قصرنا كثير وجهلنا انفسنا وتجهلنا، وسبب انا في رئيسي ان احنا بعدنا عن ديننا الحنيف، بعدنا عن مجتمعنا، بعدنا عن علاقاتنا الطيبه والرحمه والالفه ومحاسن الاخلاق. فانا خايف على الشباب، خايف على اولادي، اكلمك الان وانا لان لا اعرف الولد وين يروح الان. واذا سالته تجي الام تقول لا هذا قرة عيننا، هذا هذا هذا، طيب ايوه صحيح، ولكن وين؟ واختلفت الاساليب كما قلت انت بالضبط، وكما قلت لك لا احترام لشيبه، لا احترام لعاقل، لا احترام لمتعلم، ولا يعني ان احنا نتكلم في ايه. لكن نقول انه في كمان من شاء ما نظلم، في شباب نابغ، وكما قال الشاعر علي احمد باكثير ولو ثقفت يوما، يمكن بعض يزعل لكن هذا حقيقه الامر، هذا يقول ولو ثقفت يوما حضرميا لجاءك ايه في النابغين، النابغين. لكن شوف الاستاذ علي احمد باكثير شوف جواب الشرط كما يقول اصحابه، مضاز من الجمود وودعوه ووافاكم زمان العاملين. الله اكبر. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، شغوفون جدا صراحة بما تحدث عنه العم عوض عبد الله حسين بحرق العمدة من حديث شجون، وحديث أيضا لا يمل، الكثير لا يزال في ذاكرته، ولكن للأسف الشديد وقت البرنامج قصير. لنا إن شاء الله لقاء آخر مفتوح مع العم عوض في مرات أخرى، حتى الملتقى بكم في حلقات قادمة. لكم مني ومن طاقم البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.